لا شك هو صندوق ذهب، وبالنسبة للصحافة هو صندوق الأسرار، وبالنسبة للناس هو الصندوق الأسود. عمر تقي، صباح الخير. صباح الورد محمد، سعيد جدا أني معك، وسعيد تشرف. جدا أني في منتدى الإعلام العربي، وسعيد جدا بهالجمهور الكريم هذا كله اللي موجود. يعني بالمقدمة بتلخص المحاور اللي حنطرق لها، لماذا الصندوق الأسود بالبداية؟ لماذا؟ لماذا؟ ها احنا راح ندخل حامي يعني طبعا باللقاء. انا بس ياشروا لي فوق على مسألة، لازم تحط السماعة، في سماعات، صح. لو سمحت صوتنا تحط ما راح يوصل الا بسماعات ترى، يعني شانل 4 لو سمحت. شانل 4 سماعات، بدون السماعات ما راح يطلع الصوت. شذي زين؟ تمام؟ انا قاعد احاول اتهرب من السؤال ترى يعني. بس حنرجع، لماذا الصندوق الاسود؟ لماذا الصندوق الاسود؟ الامانه الفكره في البدايه كانت فكره كويتيه، استشعرت ان عندنا قصور في الكويت في مسألة توثيق السيرة الذاتية لمجموعة من الشخصيات اللي كان لها دور فاعل في المجتمع الكويتي، يعني بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات إلى السبعينات. كنت أستشعر دائما أن في الكويت في قصور في مسألة توثيق محطات مهمة في التاريخ السياسي الكويتي وتاريخ منطقة الخليج بشكل عام. فكانت هي هذه الفكرة الأساسية، منبع فكرة برنامج الصندوق الأسود. اكتشفت بعد ذلك مع مرور الأيام أن في حاجة عربية كبيرة وقصور عربي أيضا موجود في مسألة توثيق التاريخ العربي السياسي الحديث في المرتبة الأولى، وبعدين في المرتبة الثانية ممكن الاقتصادي والرياضي والاجتماعي. فباختصار شديد، لماذا الصندوق الأسود؟ احنا عندنا مشكلة في فهم الواقع اليوم، في فهم كثير من الأمور اللي تجري اليوم في العالم العربي، ومش عارفين أيضا نقرأ المستقبل بشكل سليم. وباعتقادي أن أحد أبرز المشاكل في ذلك أن إحنا مش عارفين نقرأ تاريخنا بشكل واضح حتى نفهم ما يجري اليوم، وحتى ندرك ما سيحدث ممكن في المستقبل أو نستعد له. يجب علينا أن نفهم ما جرى في الماضي من أحداث سياسية. قاعد أحاول أجتهد قدر ما أستطيع من خلال الصندوق الأسود أن أوصل للجمهور الكريم، وأنا في أيضا من ضمن الجمهور، ماذا جرى في الماضي حتى نفهم اليوم وأستعد للمستقبل. أنت وعم بتحاور وعم ترجع تقرأ هذا التاريخ، هناك سؤالين بيطرحوا نفسهم. ما هي القواسم المشتركة اللي لمستها بواقعنا العربي؟ انطلقت من الكويت وتطورت وتوسعت أكثر بضيوفك، هل من قواسم مشتركة عن مجتمعاتنا العربية وواقعنا السياسي العربي؟ هذا سؤال صعب جدا، عشان أجاوبه أنا خاف أزعل كثير، بس يعني يمكن أبرز قاسم مشترك اكتشفته في كل الدول العربية تقريبا، أن إحنا شعوب عاطفية بالمرتبة الأولى، دائما نغلب العاطفة في اتخاذ أي موقف. يعني تكتشف في مواقف عديدة مرت في العالم العربي، مفصلية في تاريخ العالم العربي، كانت العاطفة هي المحرك الأساسي. العقل هذا كان شيء موجود في كيان الإنسان، لكن يعني مستبعد، مركون على الرف. هي العاطفة، أنا حبيت محمد، ممكن أتخذ قرار السلم والحرب بناء على محبتي لمحمد. إذا ما حبيت محمد ممكن أروح باتجاه الحرب، حبيت محمد احنا بالسليم. يعني انا قاعد اقول لك هالكلام عشان تكون عشان ضلنا بالسليم، عشان نكون احنا بالسلم مش بالحرب. حضلنا بالسليم، ولكن لما بنحكي عن قراءة التاريخ، ماذا عن إعادة قراءة التاريخ وذاتية هذه القراءة؟ يعني هذه القراءة هل هي موضوعية اليوم؟ علما ان اثارت الجدل بحلقات صندوق الاسود. احنا نحتاج، ما ادري اذا كانت الكلمة هذه تعتبر قاسية او، بس هي قناعة شخصية ولا تعبر عن الصندوق الاسود. انا شخصيا احنا بحاجة الى اعادة نسف التاريخ السياسي الحديث حتى نكون دقيق وما ادخل في مناطق شائكة، ونعيد قراءة تاريخنا بشكل موضوعي اكثر بعيدا عن العاطفة. اكتشفت من خلال رحلة برنامج الصندوق الاسود حتى الان اكثر من 800 حلقة تقريبا قدمتهم في هذا البرنامج، ان احنا بالفعل نحتاج اعادة قراءة تاريخنا بشكل واقعي اكثر بعيدا عن العاطفة. الجمهور قادر يستوعب اليوم هذه الواقعية؟ اعتقد نعم. هذا الجمهور العاطفي اللي انت كمان صنفته،
واللي هو كمان أثار الجدل وكان بالمرصاد على عدة حلقات. يعني مؤخرا في نحكي عن حلقة دكتور مصطفى الفقي اللي كمان أثار الجدل كتير كبير. صباح الخير، احنا الحين قاعد نقول لسه يا هادي وأول جلسة اليوم وما نبي ما شخصية نسخن. شخصية غنية حضرتك، وعلينا أن نتطرق لهذه المواضيع. وحط لي سؤال سبيسيفيك عشان احاول ما اتملص من السؤال. الجمهور يعني جاهز والمتلقي جاهز اليوم اعتقد الى الحاله الموضوعيه لقراءه التاريخ. نعم يمكن في السابق ممكن يكون لا، اليوم نعم استشعر من خلال لقائي يعني مع الجمهور بمختلف الاصناف الجمهور اليوم اكثر وعيا، ويمكن هذا اللي وفرت المنصات اليوم. بات يعني في السابق ممكن التلفزيونات هي اللي تفرض على الجمهور ماذا يشاهد، متى يشاهد، كيف يشاهد. اليوم باتت المنصات ملك للجمهور، هو يختار من يشاهد، يختار متى يشاهد. أعتقد أن الجمهور اليوم أكثر وعياً، أقل عاطفة، أكثر فهماً، أكثر إدراكاً من السابق. أعتقد نعم، وقاعد ألمسها بشكل جيد. يعني على سبيل المثال إذا أعطيك إحصائية سريعة جدا، عدد مشاهدين الفئة العمرية اللي مشاهدين برنامج الصندوق الأسود أكثر من 50%. إحنا قاعد نتكلم عن من 23 سنة إلى 35 سنة. هذه الفئة العمرية هي تحتل نصيب الأسد من جمهور برنامج الصندوق الأسود. احنا قاعد نتكلم عن قضايا تاريخية وأحزاب وحروب مرت في المنطقة، اللي يشعرني بارتياح ان في رسالة فعلا قاعد توصل للجمهور. هذه الشريحة طبعا مع كامل التقدير والاحترام لكل الشرائح لكل الأعمار، لكن شريحة الشباب هذه تحديدا، هذه الفئة لما تكون مهتمة جدا بهذه القضايا وبالتاريخ، هذا قاعد يعطيني أمل ان نعم احنا مقبلين على جيل واعي اكثر. خلينا اقول هالكلمه يعني احكيت بالبدايه عن الصندوق الاسود بلغه الارقام، هو صندوق ذهب. يعني احنا عم نحكي على معدل اسود حالك السواد، ولا في ذهب ولا ريحه الذهب. بس الذهب من ناحيه المشاهده، عم نحكي بمعدل 3 مليون مشاهد. احنا عم نحكي شهريا هذا رقم كبير اليوم، وعم نحكي عن الفئه العمريه. رحت لي شوي الى السواد، يعني دكتور طارق شناوي كمان من الجمهور المصري، انت والمصريين بالجمهور المصري حبايبي كيف؟ حبايبك صح؟ والله حبايبي وتاج على راسي واعتز فيهم جدا. مصر شعبا وحكومة وجمهورا. يعني بيوصفك دكتور طارق الشناوي تحية اكيد الجمهور المصري، وهو يعني على طول بيكون اذا على بدك ترى انا اذا يوم واحد يوم 24 ساعة فيه، إذا ما شفت في دراما مصرية يوم واحد، ما شفت دراما مصرية أو استمعت لأغنية مصرية، يومي في خلل. يوم واحد في خلل. لما تثير يعني الجدل بمصر كيف يكون يومك؟ هذا سؤال ملغوم. ها؟ أنا ما أسعى إلى إثارة الجدل. يعني مش هدف أساسي في الصندوق الأسود إلى إثارة الجدل. طبيعي جدا لما تتحدث عن قضايا في السابق جرت في التاريخ، هي بحد ذاتها حقول ألغام وفيها إثارة للجدل بحد ذاتها. لكن أنا أعتقد اللي صار يعني جدل إيجابي. يعني خليني أروح معك، شو اللي صار؟ يعني شو اللي صار؟ ما كل خير، ما صار شيء يعني. رح نروح إلى أبعد من هيك عن المفاتيح والأدوات يلي وصفك فيها دكتور طارق شناوي. إذا ما بدي فوت بالزواريب السياسية والتاريخية، خلينا نروح إلى المفاتيح والأدوات يلي بيمتلكها حضرتك. اليوم عم بيحكي عن مفاتيح أدبية بتخلي الضيف إنه يبوح، ومفاتيح مادية. ردك هي المفاتيح كثيرة، ممكن تكون مفاتيح شخصية أيضا يعني بناء على العلاقة الشخصية. لكن خلينا أروح في الجانب المادي. كونك أنت واضح تبتلف لا والله أنا بدي أشوف الأدبية يعني حتى نأخذ منك بعض بهمك من لكن يعني لكن لكن ما أعتقد أن في أي ضيف أيا كان، إذا فرضنا فرضية أنه هو أخذ مقابل مادي، أنه راح يطلع بتصريحات لأنه هو ما أخذ بناء عليها مبلغ مالي. ما اعتقد انه هو هذا
عامل أساسي أو عامل ثانوي. إذا أتكلم على جزئية الجدل اللي حدثت، هي كانت الأمور ماشية بشكل سليم حال باقي الحلقات اللي جرت في برنامج الصندوق الأسود، لكن ممكن ردة الفعل صارت عند الجمهور المصري تحديدا العزيز مع الضيف الكريم اللي هو مصطفى الفقع عم نحكي. نعم دكتور مصطفى، أنا يعني كعمار أو إحنا كفريق في برنامج الصندوق الأسود ما كنا طرف في هذا الموضوع، لكن بقدرة قادر يعني جرت الرياح بما لا تشتهي سفينة الصندوق الأسود، وتحول الموضوع من الدكتور والجمهور إلى أن المشكلة والأساس هو الصندوق، هو عمار والصندوق الأسود. يعني عمار الموضوع يمكن هذا كان قد يكون هذا يعني جانب أو سبب لتخفيف الضغط اللي جرى، قد يكون يعني محاولة. يعني كنت كبش فدا أنت؟ تنفيس يمكن شوية، ممكن يعني ممكن يعني. ولكن رديت. أنا والله محمد، أنا عادة يعني وتاريخ برنامج الصندوق الأسود وحتى بشكل عام قبل ما أبدأ تجربة الصندوق الأسود في البرامج اللي قدمتها سابقا، لم أدخل في جدال أو في رد على أي ضيف إطلاقا، دائما أتجنب ذلك، ودائما مؤمن أن في جانب أخلاقي يحتم عليك أنك أنت في كثير أمور تصير بيننا ممكن تكون خلف الكواليس، هذه تحتفظ فيها لنفسك، لا تظهر، مش بالضرورة أن تظهر الجمهور، تجمعها في صندوقك الأسود. يعني أنت حنغوص بصندوق الأسود لبرنامج صندوق الأسود؟ المشكلة إذا غصنا في الصندوق الأسود لازم أسكر البرنامج، فأنا بما أن البرنامج مستمر ما أقدر أسكر الصندوق يعني الأسود. هل قد في أسرار يعني ما ممكن أن تطلع على العلن؟ قد إيه خطورة هذه الأسرار؟ بلا مفروض يعني ما بدي كشف الأسرار، بدي أفهم خطورتها. نرجع السؤال اللي قبله، شنو كان أحسن بدل خطورة السؤال هذا؟ يعني عدم الإجابة بعتقد إجابة لا إحنا كنا بس قبل هالسؤال كنا نتكلم عن الأسرار يلي ما ممكن إنك تبوح فيها يعني بخبايا وكواليس برنامج صندوق الأسود. وفعلا في جانب أخلاقي يحتم على ذلك، لكن لما بدأ الموضوع من الضيف الكريم الدكتور مصطفى، أن بدأ يوجه الاتهام إلى فريق برنامج صندوق الأسود أن إحنا كنا متفقين على شيء والفريق أخل بهذا الاتفاق، أو أن ذكر، وهذه الكلمة اللي يمكن أحزنتني بشكل كبير جدا وكانت عامل يعني استفزاز كبير لي، هو اللي خلاني أنا يعني أبادر بالرد، أنه صور البرنامج أنه هو يسعى للنيل من الرموز المصرية. كانت كلمة قاسية جدا. مرة ثانية يمكن لما أتكلم في يوم من الأيام الله أعلم متى عن كواليس هذا اللقاء تحديدا، راح تكون قد تكون صادمة للجمهور الكريم، قد تكون صادمة في يوم من الأيام حتى تحتهم خطين هذيل. بس الموضوع أبدا ما كان كل الاعتزاز والتقدير، وأبدا ما كان في يوم من الأيام إن إحنا نسعى بأي شكل من الأشكال إلى 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 النيل سلباً من الرموز المصرية. بالعكس نعتز فيهم جزء أساسي ورئيسي من تاريخنا في كل الدول العربية. مصر هي عمود فقري للعالم العربي كله ولمنطقة الشرق الأوسط. لكن مرة ثانية هي العملية احنا انحشرنا بالزاوية بسبب الضغط الكبير اللي تعرض له الدكتور من هجوم من قبل الجمهور المصري، فكنا احنا قد بدا للدكتور ان قد نكون احنا الحلقه الاضعف، لكن يعني كان واجب علينا ان نرد. مش اول مره بتصير معك، كمان صارت مع سابقا لما كمان تم حذف جزء من المقابلات بتبرر، وهذا حق مشروع للاعلامي انه يدافع عن الماده وعن طاقم انت العمل. مصر انك تفوت بال، لا 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 لا، ابقى يعني على نقطه. صباح الخير. نقطه مهمه جدا، لما الضيف بيكون امام عمار تقي، عندما يغادر الضيف هل له الحق أنه يسأل أو يطلب أنه يحضر الحلقة كاملة قبل عرضها؟
أو بقانون الصندوق الأسود هذا حق مشروع للإعلامي ما سجل إذا صار إذا صار اتفاق بين عمار وبين محمد إن إحنا راح نخوض تجربة برنامج الصندوق الأسود، لكن محمد شرط على عمار شرط أن قبل بث الحلقات أنا أريد أن أشاهد جميع الحلقات، ومحمد شرط على أي شرط آخر أن لي الحق بحذف أي جزئية قد لا تكون صالحة للعرض، وأنا عمار رديت على محمد وقلت لك حاضر وتم، وأنا أخليت بهذا الشرط. نعم كلامك يكون سليم، لكن لم يحدث إطلاقا مع أي ضيف مسبقا أن شرط علي شرط أني أنا أريد أن أشاهد حلقات بث الصندوق الأسود مسبقا ولي الحق الكامل بحذف كل ما أريده، ما صارت معي إطلاقا بسياسة قانون يعني أو بقانون. وعلى فكرة لو صارت، لو فرض علي ضيف معين أيا كان الضيف قال لي عمار أنا راح أطلع معاك لكن عندي شرط، تقبل؟ ما لا أبدا. أها. مع كامل الاحترام والتقدير أيا كانت الشخصية إطلاقا اللي بيقعد وما صارت معاي إطلاقا مع أي ضيف. شوف كل الأسماء اللي قدمتها ما في أي ضيف شرط هذا الشرط. شو سرك؟ أنا معي الضيوف بيطلبوا على طول مثلاً بس أخلص الحلقة ببرنامجي. أبداً. وضيوفي فنية يعني. أنت ضيوفك بعد كمان بمحل سجالي أكثر. لا تصير طيب. أعطيني السر. شو؟ لا تصير طيب بس. ما تكون طيب؟ لا تكون طيب كثير. ما بيستاهل صح؟ اللي... لا لا with all respect هم ما دخلنا بالحيط هيك. لا 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 قصدي بالعام بالمواضيع السجالية. على تصريح عندك على ما. لا أنا بسأل. لا تصير طيب يعني ما بعرف ليه لا تصير طيب ان في النهايه هذا انا اعتبره هو حق اساسي ورئيسي للمذيع وللبرنامج. مساله ان الضيف يفلتر كل ما يريده او يوجهه بالشكل اللي هو يريده، مره ثانيه اليوم العامل الاساسي اللي ما بيرحم هو الجمهور الكريم. هذا الجمهور العزيز اللي موجود اليوم ما راح يرحم، ولا يعني اذا كان في السابق ممكن تمر عليه بعض الأمور أو يقبل فيها لأن مفروض علينا أن نشاهد التلفزيون بشكل أو بآخر، اليوم ما راح يرحم. فمسألة أن الضيف هو يشرط شرط، نعم هو عنده يفترض أنك تبني ثقة بينك وبين الضيف، ثقة كبيرة جدا هي تبنيها. إذا قدرت أن تبني هذه الثقة مع الضيف الكريم خلاص أنت وثقت فيني، فدع لنا القيادة وتمتع بالرحلة. إذا أنا أخليت بهذه الثقة بشكل أو بآخر نعم لك الحق، لكن ما صار اتفاق، ما أخليت بهذه الثقة، وضعت ثقتك فيني، أنا راح أكون حريص على إظهارك بأفضل شكل ممكن أيضا للجمهور. ودليل استمراريتك اليوم يعني، ويعني للجمهور الأمانة يعني كما أقول تحية لعمار على هذا المجهود الكبير، لأنه شكل نقطة تحول إن كان بعالم المنصات والميديا اللي عم بتقدمها والجرأة، وانت قد الثقه دائما. خلينا نروح الى الصندوق الاسود باسئله سريعه. الصندوق الحلم لعمار التقي، صندوق الحلم بمعنى ان الضيف الحلم. انا مشكله احلامي كثيره جدا وما اشبع من الاحلام وطماع بطبعي يعني جدا طماع يعني كثير في اسماء كثيره كثير في اسماء للاسف الشديد ما صارت فرصه اني التقي معاها، لكن في كثير اسماء. اول اسم بيخطر على بالك في الصندوق الاسود؟ طبعا انا هي معلومه، هي انا السيزن الجاي الجديد انتهينا من تصوير كل حلقات العام الجديد، الان احنا في صدد التحضير لسيزن 25-26 ان شاء الله يعني ما شاء الله. اذا الله اعطانا عمر واذا استمر الصندوق الاسود يعني. عندك خوف عدم استمرار الصندوق الاسود؟ كل شيء وارد في الدنيا. شو رايك في الجواب هذا العام؟ حلو، بس كيف بتحصن حالك للاستمرار؟ اكون حذر قدر ما استطيع ان اعدي حقول الالغام. انا اعتقد انه ممكن في اي لحظه من اللحظات قد ينفجر معي الغم، لكن حريص جدا جدا ان اوازن، احترم الجمهور، اوازن واعدي حقول الالغام باقل قدر ممكن من الخسائر يعني. سويني قليلة بعد لنعرف بس الصندوق الحلم أو الضيف الحلم بدل اسم منك. لا كثير في أسماء بكل أسماء. أمانة بس يعني إذا حاليا تسألني هذا السؤال بشكل سريع جدا يحضرني اسم أعتقد أنه مهم جدا خصوصا في منطقة الخليج، سمو الأمير بندر بن سلطان في المملكة العربية السعودية، من الأسماء المهمة جدا اللي لازلت أسعى أتمنى أن تتاح لي الفرصة لتوثيق تاريخه. وفي أسماء كثيرة
في بعض الأسماء ما أقدر أقولها الحين لأن تقريبا إحنا وصلنا إلى اتفاقات نهائية حتى لا يتم إفساد أي شيء. فيعني هل هنالك صندوق لا يغريك ولا يعنيك أو ما بيهمك ما بيجذبك؟ كضيوف مشكلة. إذا جاوبت قلت نعم بتقول عني هذا مغرور وشايف حاله، وإن قلت لا يعني أنت إعلامي حر ويعني عندك أنت قاعد تبيعني هالكلام الحين. يعني إحنا الحين دافنين وسوا دافنين وسوا بشهادة كبار المهنة وأساتذة بالمهنة بيقولوا إنه حضرتك جريء و جريء بس غلبان ترى يعني كمان يعني أو تاخذ هذا الاسلوب الغربي تسحب حتى نسحب الكلام. تصدق كثير من الضيوف بعد ما تنتهي الحلقات ويتم العرض اتلقى اتصالات منهم احنا كيف قلنا هالكلام وين كنا، اقول لهم والله كنتوا كامل قواكم العقليه وجالسين وانتوا تكلمتوا يعني بس كيف احنا قلنا هذا الكلام يعني كيف بيقولوا هو سياسه الاصغاء هدوء تعمل معاهم يعني في شوية طقوس لازم تعملها معهم. بنعم أم لا؟ نعم أو لا؟ اللي لا يغريك في أي أو لا؟ اللي مش مستعد أن يتحدث بشكل صريح جدا عن أحداث جرت في الماضي ما عندي استعداد ان اقابله في الصندوق الاسود. واعتذرت لمجموعه من 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 الضيوف بسبب عدم جرأتهم في الحديث على بعض المواضيع. نعم كويس الجواب جميل وجريء عمار تقي دائما. شكرا شكرا محمد تسلم. ارقام حضرتك صندوق ذهب، وخليني اقول على الصعيد الشخصي ايضا انت اضافه وقدوه لكثير من الشباب مثل ما عم نحكي اليوم. عم نحكي بمعدل تقريبا ما يعادل 3 مليون مشاهدة شهريا، وأنا أكيد في أكثر بعد على منصات تانية، والتنوع الجغرافي اللي بيتابعوك فيه فخورين فيك دائما. أنا اللي سعيد جدا والله أني معك. أتمنى دائما أنه تضلك تهرب من اللغم لأنه نحن بحاجة إلى هذا الصوت وإلى قراءة التاريخ بشكل مختلف، ومع بودكاست مع عمار اللي هي كمان النوعية، على أمل أنه نستكمل هذا اللقاء بحلقة مطولة معك إن شاء الله. نفتح صندوقك الأسود؟ أنا جاهز معك. جاهز؟ على شرط. لا إذا جاهز أنا الحين نرتب لنا شرط. لما بدك تفتح الصندوق الأسود للبرنامج أنا بكون المحامي. لا لا أنا للحين لا زلت أقدم يعني، فراح أفتح صندوقك الأسود. عمار تقي شكرا لك. شكرا شكرا شكرا, شكرا لكم جميعا. شكرا لجميع القائمين على هذه الدعوة الكريمة في منتدى دبي للإعلام. سعيد جدا بمشاركتي اليوم، وإن شاء الله يعني يبقى الصندوق الأسود عند حسن ظنكم. شكرا محمد. شكرا.